دوري الأبطال، البطولة اللي النادي الأهلي حائز على اللقب أو الرقم القياسي في التتويج بيها، واللي زي النهارده كان في 27 نوفمبر 2020 الأهلي بيفوز بكأس دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة بعد ما فاز على الزمالك 2-1. المباراة الكبيرة التاريخية، سجل هدفي الأهلي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة عشان يحرز الأهلي لقب التاسعة في 2020. نفكركم، شوف المباراة دي عشان نذكر الناس بيها. فاز الأهلي 2-1، ثلاث أهداف من أبدع ما يمكن، هدفي الأهلي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وهدف الكابتن شيكابالا. الأجوان حلوة قوي. شاهدت المباراة أيضا كورتين محل جدل، بيتجاهلوا واحدة بيتكلموا على التانية. كورتين في العارضة، واحدة من السكس يارد لحسين الشحات بعد أن تجاوزت الكرة حارس المرمى والمرمى فاضي، لعبها ببطن رجله وهو بيتحرك، جت في العارضة، جون فاضي تماما من السكس يارد. والأخرى من خارج ال 18 للكابتن زيزو، جت في العارضة. ولكن عندما يتحدث البعض يقول لك لولا الكورة بتاعة زيزو اللي جت من بره ال 18 في العارضة كان الزمالك كسب. يعني بلاش حسين الشحات اللي من 6 يارد، بلاش. بلاش سيادة الأهلي لهذه المباراة في 80% من أوقاتها. بلاش الجون، أنا لما تشوف الجون الكابتن مجدي أفشة أفشة ساعة الكورة ما اتلعبت من الكابتن محمود علاء وكأنه شايف اللقطة دي قبل كده. جاي مندفع عارف انه هيقطعها وواخد القرار قبل ما تنزل على الارض. حشوش ده على طول هو جاي، ويا ريت يعيدها لنا شوارب تاني علشان الناس تشوف القرار متاخد ازاي والثقه وكانه يعني مستنيها، هي دي هعملها كده. فجون بديع من ابدع الاهداف اللي ممكن تشوفها في حياتك. واخد بالك؟ بص الكوره، الناس لا محمود علي ما غلطش، لعب الكوره بره 18 وعلى جنب، بس التاني جاي يجري ازاي والقرار عامل ازاي وراحت فين. هذا هو ملخص المباراه. كان الاهلي يعي تماما ما يفعله في هذه المباراه اللي كانت على فكره الزمالك باقوى تشكيل له خلال 10 سنين اللي فاتوا. كل نجومه كانوا في الملعب، لكن استطاع النادي الاهلي ان يحسم مباراه مهمه جدا 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 أطلق عليه نهائي القرن، لأنه كان بين الأهلي والزمالك بطولة أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك. النادي الأهلي وصل بعد ما تجاوز الوداد، الزمالك وصل بعد ما تجاوز الرجاء، ولعبوا هذا الفاينل الرائع الذي يليق بالكرة المصرية. طيب 28 نوفمبر، ولكن إمتى بقى؟ 1930. ما كانش الزمالك زمالك، كان الزمالك اسمه المختلط. واجه الاهلي، الاهلي كسبه 4-0. سجل الاجوان اسطوره الاهلي الكبير كابتن مختلط تيتش هاتريك، ولبيب محمود سجل هدف عشان يفوز الاهلي في دوري القاهره 4-0. لكن كمان برضه في نفس اليوم 28 نوفمبر، ولكن سنه 77، توفي السيد نصير. السيد نصير يا جماعه أول رياضي مصري وعربي، يا ريت تشوفوا صورته، أول رياضي مصري وعربي يفوز بميدالية ذهبية في الأولمبياد، كان في أمستردام 28. توفي في سنة 77، وكان السيد نصير اللي أنتم شايفين صورته له من صورة تانية واقف 31 أغسطس 1905، يعني اتولد قبل نشأة النادي الأهلي بسنتين اتنين في قرية شوبر في محافظة الغربية، في طنطا جنب طنطا. أنا بس في صورة تانية وهو واقف، هشوف تكوين بدني مش موجود النهاردة بين عمالقة رفع الأثقال في العالم. كان إعجاز هذا الرجل، سيد نصير اللي حط الأهلي في الريادة، لأنه بقى النادي الأهلي أول نادي يطلع رياضي يفوز بميدالية أولمبية ذهبية. وده اللي لما توفي رثاه أمير الشعراء أحمد شوقي بقصيدة بديعة، قال له: إن الذي خلق الحديد وبأسه جعل الحديد لساعديك ذليلا. يعني بصوا قيمة
يعني الرياضي وحش كبير زي السيد نصير لما اللي يرثيه أمير الشعراء أحمد شوقي كان حاجة كبيرة قوي يا باشمهندس، حاجة كبيرة. وأنا بقول لك يعني الناس دي لازم والله العظيم ده يتعمل عنهم أفلام، والله يستحقوا. أنت لما تشوف تاريخ حياته هتلاقي حاجات رائعة جدا، ولما تشوف تأثيره في توقيته وفي زمنه هتشوف إنه ده كان إعجاز على مستوى العالم. تكوين بدني لا موجود النهارده محدش يقدر ينافسه. قصيدة أحمد شوقي كانت في تكريم البطل الكبير سيد نصير اللي انتخب عضوا في اللجنة التنفيذية للنادي الأهلي، وكان رائد اللعبة وأول مصري زي ما قلت لكم عربي فاز، انتخب عضو في اللجنة التنفيذية للنادي في 1934 ومراقب للحسابات في سنة 1938، وكرموا أمير الشعراء أحمد شوقي بالقصيدة اللي قلت لكم عليها لما فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية الأولى في تاريخ الرياضة المصرية والعربية. ناس كتير ما تعرفش يا أستاذ إبراهيم المعلومات اللي قلتها دلوقتي. أي. دوره في الدولاب العمل جوه النادي الأهلي ودوره الإداري، عضو لجنة تنفيذية ومراقب حسابات، ده معناه إيه؟ كمان عنده ثقافة وعنده قدرة في الإدارة. لا النادي الأهلي يعني يعتز بهذا النموذج تماما. صحيح. في 28 نوفمبر ولكن سنة 82 كانت الضربة الأفريقية الأولى، ودي الحقيقة البطولة اللي يحتفي بها تاريخ النادي الأهلي أي يوم احتفاء. أول لقب الأهلي يفوز به في أفريقيا كانت بطولة الدوري أبطال أفريقيا 1982. 28 نوفمبر الأهلي فاز على كوتوكو 3-0 في مباراة الذهاب في القاهرة. كابتن الخطيب سجل هدف، سجل الأهداف الكابتن الخطيب هدفين وعلاء ميهوب هدف. سافر الأهلي إلى كوماسي وهو عنده هذا الفوز المهم. التعادل هناك 1-1 بهدف أيضا للكابتن محمود الخطيب في كوماسي، عشان ترجع بعثة الأهلي من كوماسي باللقب الأول والكاس الأولى للأهلي في دور الأبطال، وده كان الفتح الكبير للأهلي في أفريقيا. الكابتن صالح حكى لي كواليس هذه المباراة لأنه كان مع الفريق. فبيحكي لي إنه المباراة كانت في أجواء حربية مرعبة. بالمعنى في كوماسي حربية. نزل رئيس الدولة بطائرة حربية في وسط الملعب. يعني كابتن صالح رئيس البعثة. وكل المدرجات فيها الأيقونات السحر وماسكات الرعب الإفريقية. والجو كان محموم جدا جدا لدرجة الكابتن صالح قال لي كان كل همي ازاي اخد اللعيبة واجري بسرعة. فكرك بالثلاث تجوان اللي هنا، نشوف الثلاث أهداف بتاع مباراة الذهاب. لسه ما تلمناش على الكرة. شاط بتعدي ياخدها نمرة ثلاثة بكريم زيتو، تروح لمصطفى بيلعبها طويلة للخطيب بيحط الجول. يا الجول ده ما احنا شايفينه اهو بيتعاد. يا سلام يا ولد يا لعيب. طويلة اوفسايد ماشي يا مصطفى، حده مش اوفسايد ماشي، بيلعبها بالعرض على طول. الجول الثاني في الدقيقة 19. كرة مع 13 ألبرت بيجي على الباك لاين بيلعبها طويلة يا ربيع ومصطفى عبده بيلعبها للخطيب حلوة من ورا الجول وماشي الخطيب هو واحد بفضل نفسه وأنا برجلك شمال وشاف الجول الثالث للخطيب.
3-0. أهلي 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 في الدقيقة 35. أهلي 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 رضوى يا خطيب، والله كنت بلعبها معاك وانا قاعد قدام الميكروفون وعارف ان انت هتعملها كده. يا جماعة ايه العبقرية دي؟ ايه اللعيبة دي؟ ايه مصطفى عبده ده؟ الثلاث اهداف بلمسة واحدة من مصطفى عبده. الكرة اللي عاملها العلامة يهوب عاملها من الوينج الشمال. من الوينج الشمال ورجل الشمال اصلا. واخدها فيرست تايم. الجون الاولاني تذكر السنة اللي فاتت وسام جاب جون وهو بيجري قلت لك شبه. بس ايه القرار بتاع كابتن خطيب وهو بيجري في وسط اثنين والجون طالع له واللمسة الحانية؟ أيوه. لان من فوقه احساس بالمكان. يعني هو ما كانش قريب. أيوه. ده من على حرف ال 18. الكابتن حسين مضروك مذكور كان في الاخر له تعليق يقول له والله كنت بلعب معاك يا ابني والله. في الجون الثالث. انما مصطفى عبده اللمسه. بص المشجع اللي قاعد جنب الميكروفون اهلي اهلي. لا ما يعني كانت الدنيا. انما انا بقول لك يعني عبقريات الفقره دي من الفقرات اللي بحبها يا استاذ ابراهيم. لان احنا الحقيقه بنربط الماضي بالحاضر. على فكره صاحب جون التعادل في كوتوكو هناك كان الكابتن خطيب برضه. مختار وكرة بالكعب وانفرد نفس الكلام. بص يا جماعه الكابتن خطيب معتزل بقاله قد ايه؟ ولا زال هو الهداف التاريخي للاهلي في بطولات القاره. 37 هدف، بعديه كابتن محمد ابو تريكه اعتقد 32 هدف، ثم عماد متعب، ثم حسين الشحات. يمكن حسين الشحات دلوقتي الاقرب من الجيل الحالي تقريبا حاجه و20. لكنه بصوا على الرقم 37 هدف، الرقم ده قعد صامد في بطولات افريقيا رقم قياسي في القاره كلها لغايه من كام سنه بس تم كسره. لكن على مستوى الانديه المصريه لازال الرقم باسم الكابتن خطيب هداف الانديه المصريه والكره المصريه في بطولات القاره. كابتن حسين الشحات محتاج حوالي 10 اهداف عشان يقدر يكسر هذا الرقم.